أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الفيزياء لغات Physics for Grade 3 Secondary Stage من منصة البث المباشر. أنا معكم النهاردة هالة حسن، وبنقدم النهاردة Revision أو Questions على الريزيستور كونكشن. كان مستر أيمن المرة اللي فاتت قال اتكلم على Types of Resistor Connection وإزاي إن إحنا بنعمل Resistor Connection. ففي Two Types of Resistor Connection اللي هي In Series و In Parallel. النهاردة هنعمل Practicing على الريزيستور Connection. و Let's think أول حاجة A Uniform Cross-Sectional Copper Wire was shaped as a rectangle KYXM as in the figure. الفيجر اهو. Its length is double its width. معناها N length اللي هو ممكن نقول ال KY أو ال MX double ال width. ال width اللي هو MK or YX. Which two terminals should be connected to the electric source to obtain the greatest electric resistance. هنوصل اي two terminals علشان ناخد greatest electric resistance. The greatest electric resistance هجيبها من ايه؟ تعال نشوف ال choices بتاعتنا. M and K, K and Y, X and Y, و K and X. هو احنا لو وصلنا M and K هتلاحظ ان انت خلي بالك ان ال KM ده مش مفصول عن بقية الريكتانجل لانه متوصل ب KYXM من الناحية التانية in parallel. ده طبعا اكيد هيأثر عليه وهيقلله ان انت عارف الكونكشن in parallel هنقول 1 over R equivalent equal 1 over R1 اللي هي بتاعة ال MK و 1 plus 1 over R2 اللي هي بتاعة ال KYXM. طبعا دي مش هتبقى مناسبة. طب لو اتكلمنا عن ال KY لاحظ برضو ان ال KY اهيت connected in parallel مع ال YXMK برضو. فهنا ده هيقلله برضو. طيب وال XY أكيد ال XY هيديني نفس الريزلت بتاعة ال M و K. طب لو K و X لاحظ إن K و X يبقى أنا خدت K Y X connected in parallel مع اللي قده K Y X هيديني بالظبط قد نصه نص الريزيستانس. فده يعتبر greatest electric resistance. يبقى الأنسر بتاعتي K and X. Another question. Consider the circuit shown in the figure. بص على السيركت. What power is dissipated by the entire circuit? أو تتصور إن أنت ممكن تتسأل على الباور وأنت بتتكلم في resistor connection. طيب هو عايز ال power dissipated by the entire circuit. فأنا علشان أتكلم على الباور dissipated أولا للتشويسس هي 14 watt. 28 واط 32 واط and 112 واط. انا عشان احسب الباور لازم تبص الفيجر. الفيجر عندي group of resistors connected in both types parallel and series ومعايا ال EMF اللي هي 28 فولت. فالفي هتبقى معانا. يبقى انا في الحالة دي معايا الار والفي. يبقى انا لما هتكلم على الباور ديسيبيتد هقول ان الباور ايكوال V square over R. طيب أنهي R فيهم؟ لا هتبقى ال R equivalent. فأنا لما هبتدي من الأول خالص هناخد البرانش ده. البرانش ده R1 هتبقى equal. لاحظ أنا معايا add 3 ohm و 4 ohm و 3 ohm connected in series هتبقى ال R equal 10 ohm. لما طلعنا ال R هنا equal 10 ohm It is connected in parallel مع دي الريزيستانس دي.
طيب يبقى انا هحسب R2 اللي هي عبارة عن، طالما ان هم two resistors are equal connected in parallel، في الحالة دي هتبقى ال total resistance او ال equivalent resistance of both بتساوي ال resistance الواحدة منهم over 2 او half the resistor. هتبقى ال R2 equal R1 over 2 اللي هي equal ال 10 over 2 يعني 5 ohm. لحد كده احنا خلصنا كل ده لحد هنا، وصلنا ان الريزيستنس بتاعت المجموعة دي كلها equal 5 ohm. طيب 5 ohm connected مع 3 ohm and 2 ohm in series، يبقى ال R3 equal 5 plus 3 plus 2 تبقى equal 10 ohm. ال 10 ohm اللي طلعت لي ديت connected مع 10 ohm تانية هنا in parallel، فهتبقى ال R4 equal R1 over 2 يعني 10 over 2 يعني equal 5 ohm. وصلنا لحد هنا، لحد هنا بالظبط، وتخلصنا من كل دول بأننا طلعنا ال equivalent resistance 5 ohm. بس ال 5 ohm دي connected مع 5 ohm من هنا و 5 ohm من هنا in series، يعني أنا في الحالة دي هقول إن ال R5 equal 5 times 3. ضربتها في 3 ليه؟ علشان هم 3 resistors كل واحدة فيهم equal 5 ohm، فهتبقى ال R5 equal 5 times 3 equal 15 ohm اللي هي ال R equivalent بتاعتي. من هنا بقى نبتدي نقول الباور، الباور equal V square over R equivalent. وهفكرك باللوز بتاعة الباور، الباور ممكن تبقى V في I، ممكن تبقى I square R، ممكن تبقى V square over R. طيب أنا هختار أي واحد فيهم، هبص على ال given بتاعي في ال question. يبقى ال power equal V square over R equivalent هتبقى equal 28 square over 15 هتديني 52.5 watt. معنى كده نرجع تاني لل choices بتاعتي، 52.2 watt اللي هي 52 تبقى الانسر بتاعتي C. Question number 3. You have 3 electric circuits as shown in the figure. الفيجره اهو. Which of the following relations is true? I1 equal I2. هنا ال I1 في figure 1، وال I2 في figure 2، وال I3 figure 3. I1 equal I2 ولا I1 more than I3 ولا I2 more than I3 ولا I3 more than I1. طب احنا هنحلها ازاي دي؟ نمسك بقى ايه الفيجر بتاعي واحدة واحدة ونبتدي نتكلم. هو انا عندي في figure 1 R1 equal R بس. طب R بس، طب ما انا معايا هنا R اهيت، ولو حضرتك بصيت ممكن تقول لي الار دي والار دي كونكتد ان بارلل. هقول لك خلي بالك ان هنا في واير، والواير ده معناه ان هو هيكنسل لي الار دي، لان الكرنت بتاعي من السهوله ان هو يعدي على الواير ده احسن من انه يمشي عند الريزيستنس، والريزيستنس دي احنا متفقين ان هي اوبوزيشن اوف ذا كرنت، يعني حاجه بتمنع الكرنت من انه يعدي، فلقى طريق اهوت هيعدي منه أسهل. يبقى أنا عندي هنا في figure number 1 الريزيستنس هي R بس، R واحدة بس اللي هي دي، منها هنحسب ال I1 equal V battery over R، V battery over R دي I1. طب بالنسبة ل figure 2 أنا معايا R و R اتنين هما connected in series to R، R2 هتبقى V battery over 2R يعني هتبقى equal half I1. half I1 يبقى معنى كده ان ال I2 less than I1. خلي بالك بالنسبة لل R3، ال R3 هنا أنا عندي 2 resistors دول كده connected in parallel وهم equal resistance بتاعتهم half ال R، متوصلين connected in series مع resistance دي، يبقى ال R3 equal half R plus R. منها هجيب ال I equal ال V battery over ال 1 and half R، يعني هتبقى equal 2 over 3
I1. نرجع لسؤالنا تاني، معنى كلامي إن الـ I1 is more than I3. Question number 4. In the shown combination, four joined resistors, their arrangement from least combined to greatest is الـ four combination of resistors دول. عايز يعرف الـ arrangement بتاعتهم from least to greatest. هل هي 2 more than 1 more than 4 more than 3 ولا 1 more than 3 more than 4 more than 2 ولا 2 more than 4 more than 3 more than 1 ولا 1 more than 2 more than 3 more than 4؟ هنا انا هعمل ايه؟ هبتدي امسك كل فيجر لوحده. خلي بالك الانسر بتاعتي هتطلع كده. ليه؟ لو بصينا الفيجر 1 هنا هما 2 resistors هتديني half resistor متوصلين مع بعض، هما in parallel متوصلة مع واحدة in series هتبقى دي 1 and half. هنا 3 متوصلين in series هيدوني 3R. 3R يعني دي أكبر من 1 and half بتاعة ال 1. طب بالنسبة ل number 3، number 3 هنا هتبقى بما ان هما equal resistors يبقى هتبقى R over 3، يعني دي 1 third R أقل من ال R. دي 1 and half R، دي 3R. لو مسكنا ال arrangement هتلاقي نفسك بتقول إن ال 2 more than 1 more than 3. طب وبالنسبة لل 4، ال 4 عندي 2R متوصلة مع 1R، يعني لو جيت تحسب ال R equivalent هيبقى 2R times R over 2R plus R. يبقى الـ combination بتاعي لما هعمل له arrangement هتبقى 2 is more than 1 more than 4 and more than 3. طيب another question، which combination of resistors اهي shows in the figure given on equivalent of R؟ مش نفس السؤال لأن التاني كان عايز arrangement، إنما هنا عايز أي combination من دول equivalent of R. choices بتاعتي ال combination B، combination D، combination A and combination C. أي واحد فيهم is equivalent of R. نبتدي نفكر كده. ال combination A لو هنبص له هتلاقي من فوق كده ادي resistance 2R connected مع ال 4R in series، يبقى الـ equivalent resistance بتاعتهم 2 plus 4 هتبقى 6R. وبعدين بقى معايا 6R connected مع R connected مع 3R كلهم connected in parallel، يبقى الـ 1 over R total equal 1 over 6R plus 1 over R plus 1 over 3R. يطلع لي الـ 1 over R total equal 9 over 6R. يبقى الـ R total 6R over 9 يعني 0.67R. نخلي بالنا منها. طب بالنسبة لـ combination 3R equal 4R دول connected in series، وبعدين هما نفسهم كده بعد ما ادتني R plus 3R اللي هي 4R، الـ 4R دي connected in parallel مع 2R and مع 4R. يبقى الـ 1 over R total equal 1 over 4R plus 1 over 2R plus 1 over 4R. منها وصلنا لأن 1 over R total equal 4 over 4R، يعني ال 4 هتكنسل 4 بقت ال R total equal R. وأنا لحد هنا أقدر أوقف وأقول إن choice بتاعي B، لأن السؤال بتاعي بيقول لي which combination of the resistors shown in the figure gives the equivalent of R. تمام؟ فنقدر دلوقتي اختار الـ choice B ونبقى خلصنا. لكن وماله، يلا نكمل ونجرب نشوف الـ C. الـ C عبارة عن معايا هنا لو هتبص 2R connected مع الـ 4R in series، يبقى الـ equivalent resistance هنا هتبقى 6R، والـ 6R هنا connected مع الـ 3R دي in parallel، يبقى الـ R بتاعتها equal 3R times 6R over 3R plus 6R، يبقى الـ R1 equal 2R. الـ 2R هنا دي
الكومباينيشن ده equal to R connected مع ال R دي لوحدها in series، يبقى ال R total هتبقى equal to R plus R يعني 3R، وتبقى دي برضو مش من ال choices بتاعتنا، واحنا الحمد لله مختارين number B. طيب بالنسبة ل number D هتاخد بالك ان انا معايا ال 3R وال R دول كده connected in series، يبقى معنى كده ان دول ال R equivalent بتاعتهم 4R. من تحت معايا ال 4R مع ال 2R دول connected in series، هتبقى ال combination ده ال total resistance 6R. وبعدين هنقول ان ال 4R وال 6R connected in parallel، يبقى ال R1 equal 4R times 6R over 4R plus 6R، يعني هتديني 2.4R، تبقى ال answer بتاعتي B. طيب question number 6. In the electric circuit shown, the equivalent resistance between points A and B equals 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm, and 40 ohm. بص كده، لو هتاخد بالك من الجزء ده اللي هو الليفت هاندد، هتلاحظ ان انا في عندي واير هنا. الواير ده يخليني اكنسل ال 10 ohm اللي فوق وال 10 ohm اللي تحت. ليه؟ هو الكرنت لما يجي من A أسهل إن هو يمشي في الواير، ولا أسهل إن هو يروح عند ريزيستور من فوق وريزيستور من تحت؟ أسهل إنه يمشي في الواير، لأن الريزيستنس بتمنع حركة الكرنت. يبقى الكرنت هيعدي من A كده على طول لحد لما يوصل هنا، وبعدين يعمل برانشنج، يطلع جزء منه فوق وجزء منه تحت عشان يتجمع في الآخر عند B. يبقى because there is a wire in the two left resistance are cancelled the equivalent resistance، هتبقى ال R equal R1 R2 over R1 plus R2. وقصدت ان انا اقول لك هي 10 by 10 over 10 plus 10 طلعت ال 5، علشان لما نيجي نقول ان هما equal resistors هتبقى ال combination بتاعهم ال equivalent resistance equal half of them، يبقى ما فيهاش اي صعوبة. لان انا لو قلت من الاول ان ال R داش هنا equal 5 ohm، علشان دي 10 ودي 10، جت ازاي؟ جت من اللو اهو R1 R2 over R1 plus R2، ورحت معوضة طلعت في النهاية ال equivalent resistance equal 5 ohm. معنى كده ان الانسر بتاعتي A. question number 7. In the electric circuit shown, the electric current intensity I equals بصت كده ما شاء الله، يعني انا معايا الريزيستورز متوصلين بشكل يخض. طب التشويسز بتاعتي 4 امبير، 0.76 امبير، 0.83 امبير، and 3 امبير. طب نعمل ايه؟ هنعمل ري ارينجمنت بكل سهوله للفيجر بتاعي هنا، فهنوصلها بالشكل ده. لو تاخد بالك، لو هبتدي من هنا كده برانشنج معايا ال 12 اوم وال 6 اوم مع بعض اهمت كونكتنج ان سيريز، خدتهم بدأت من هنا ورحت قال ال 12 اوم وال 6 اوم كونكتنج ان سيريز، هما كونكتنج ان سيريز، وبعدين كونكتنج ان بارلل مع ال 9 اوم، اهي كونكتنج ان بارلل مع ال 9 اوم. نفس الوقت عندك ال 9 اوم دي كونكتد هنا مع ال 3 اوم دي in series، حطيتها اهي تمام. طيب وبعدين طرف ال 3 ohm والطرف ال 9 ohm متوصلين مع ال 18 ohm دي وال 6 ohm دي، وهما الاثنين لو تاخد بالك الطرف ده من ال 18 ohm متوصل مع نفس الطرف من ال 6، ومن الناحيه دي بالعكس، يعني معنى كده ان ال 18 وال 6 دول connected in parallel ومتوصلين بالشكل ده. طيب هنا بقى نبتدي نحل بكل سهولة. هقول R1 من فوق كده معايا ال 18 ومعايا ال 6 ohm. R1 equal 18 times 6 over 18 plus 6، اداني ال equivalent resistance للجزء اللي هنا ده 9 over 2 ohm. لحد كده اوكي. طيب عايزين نكمل، هنقول انا معايا الجزء اللي تحت، الجزء اللي تحت 12
و 6 connecting in series. مدام هما connecting in series هتبقى هجمعهم هيبقى ال 6 plus 12 هتديني 18 ohm. ال 18 ohm connected مع ال 9 ohm دي in parallel. فهنقول 9 times 18 over 9 plus 18 ادتني 6 ohm. خلي بالك ان انا اقدر دلوقتي اعمل ازاي، ابتدي ارسم. احنا قلنا الجزء اللي فوق ده وصلنا ان انا هعمل كده، ده 9 over 2 ohm اهو اللي هو مكان الاثنين دول. هما الاثنين دول متوصلين بقى من تحت هنا مع واحدة 9 ohm، واحدة تانية 3 ohm. تمام؟ فال 9 ohm دي أنا قلت إن هي connected مع ال 18 ohm دول in parallel. طلع من ال connection بتاعها إن أنا مش هتبقى 9 هتبقى 6. ولو تاخد بالك بقى الدنيا بقت جميلة وأبسط بكتير كتير من قبل كده. أنا بقى معايا 6 و 3 ohm connected in series، فلو هتحسب لهم الـ R equivalent بتاعتهم هتطلع 9 ohm، ومعايا هما الاثنين دول connected مع الـ 9 over 2 ohm، يبقى أنا هقول R total equal 9 times 9 over 2 over 9 over 2 plus 9 تديني R equal 3 ohm. كده أنا حسبت الـ R. طب أنا عايز أحسب الـ current equal V over R. ال باتري اهي 12 فولت اوفر الار اللي احنا مطلعينها اللي هي 3 هتديني 4 امبير. ومن هنا نقدر نقول ان الانسر بتاعتي 8. question number 8. 4 equal resistors are connected together as in figure. Which figure gives the least equivalent resistance. 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. وانا معايا كده كلهم equal resistors. خلي بالك هنا دي R ودي R بقوا 2R، وهنا R وهنا R بقوا 2R. 2R connected مع 2R in parallel، يبقى أنا الناتج بتاعي هيبقى R بس. وهنا R connected مع ال R in parallel، يبقى هنا الناتج بتاعي هيبقى half R متوصلة in series مع كمان half R، يبقى الناتج بتاعي هنا R. أنا لو أهو assume that the resistance is R، يبقى في ال figure 1 R1 equal طلعت معايا في الناتج هي R، وفي الفيجر 2 طلعت ال R equivalent برضو R. طب بالنسبة لفيجر 3، فيجر 3 أنا معايا أدي واحدة R متوصلة مع كمان واحدة R، يبقى مجموعهم 2R مع R و R متوصلين in parallel هيبقى مجموعهم half R، تقوم تديني 2 and half R. بالنسبة لفيجر 4 هما 3 R's هما connected in parallel مع واحدة R، يبقى ال R equivalent هتبقى 3 over 4 R. يبقى أنا معايا R و R و 2.5 R و 3 over 4 R، يبقى ال least equivalent resistance is D اللي هي في figure 4. Question number 9. A parallel circuit consists of a 100 volt DC power source, a 100 ohm resistor and variable resistors of resistance R which varies from 0 to 100 ohm. The circuit in the current in the circuit is بص بقى هو مديني هنا السيركت 100 فولت اهيت connected مع 100 ohm، وال 100 ohm connected مع ال RD اللي هي variable resistor in parallel. وبعدين ال choices بتاعتي
بيقول لي هنا الـ current in the circuit is directly proportional with R ولا directly proportional with 100 ohm plus R ولا inversely proportional with 100 ohm plus R ولا neither directly nor inversely proportional to R or to half 100 ohm plus R. ما انت لو خدت بالك ان ال 100 ohm وال R دول connected in parallel يبقى مش هينفع ان انا اجمعهم. مش هينفع ان انا اجمعهم. يبقى ال B وال C cancelled. طيب بالنسبة للايه؟ هو بيقول لي ان الكرنت directly proportional مع الار. احنا عارفين ان الكرنت عموما بيبقى inversely proportional مع اي ريزيستنس، لان الريزيستنس بتمنع الكرنت من انه يمشي. يبقى الانسر بتاعتي دي اللي هي neither directly nor inversely proportional to r or to 100 ohm plus r. question 10. two resistors of values 6 and 100 ohm are connected in parallel. This combination in turn is hooked in series with a 4 ohm resistor and a 24 volt battery. What is the current in the 6 ohm resistor? 2 ampere, 3 ampere, 6 ampere, and 12 ampere. خلي بالك انها مش مرسومه اهي، حضرتك تقدر تحلها بان انت ترسمها عشان تعرف تتخيلها، ونقدر نحلها من غير ما نرسمها. انا المره دي مش هرسمها. ليه؟ هاخد الجيفن وابتدي احل بيه من غير ما ارسم. هو بيقول لي two resistors of value 6 and 12 are connected in parallel. يبقى معنى كده ان انا هقول r داش 6 times 12 over 6 plus 12 بقت 4 ohm. خلصت. طيب. This combination in turn is hooked in series with a 4 resistor. يعني اقدر اقول ان ال R equal 4 اللي هي ال R داش اللي انا لسه مطلعاها مع ال 4 resistor دي كمان لانها connected in series، فانا بجمعهم مع بعض. بقت ال R total equal R1 plus R2 اللي هي 4 plus 4 يعني هتبقى equal 10 ohm. طيب الباتري بتاعتي 24 فولت وهو عايز الكرنت في السكس ريزيستور. في السكس ريزيستور دي يعني معنى كده ان هو عايز الكرنت في برانش. طب بس انا هجيب الكرنت في برانش ازاي؟ هقول لك احنا الاول نجيب التوتال كرنت. التوتال كرنت ايكوال في اوفر ار تي. الفي بتاعتي 24 اوفر ال 8 هتطلع معايا الكرنت 3 امبير. ده توتال كرنت. وخلي بالك ان محطوط لي 3 امبير زهية، بس 3 امبير دي التوتال كرنت ان ذا سيركت. اما هو عايز الكرنت ان ذا 6 ريزيستور بس. هعمل ايه؟ هقول لك الفي توتال ايكوال في 1 بلس في 2. يعني ايه؟ يعني انا عندي هما دلوقتي بقوا 2 ريزيستورز، واحده 4 والتانية اللي هي ناتجة من الـ combination of the 6 and 12 ohm برضو equal 4. يعني الـ potential difference across الـ resistor 4 resistance بس هو نفسه الـ potential difference across the combination of the 6 and 12 ohm. تمام؟ في الحالة دي أقدر أقول إن الـ V total equal 2V1. طب الفي توتال كام؟ الفي توتال اللي هي 24، يبقى الفي 1 equal 12 فولت. طيب الفي 1 بتاعتي equal 12 فولت اهوت. نرجع تاني، احنا عايزين نجيب الكرنت في البرانش اللي فيه 6 اوم. هقول ان طالما ان هم في البرانش ده متوصلين 6 اوم و 12 اوم in parallel، هيبقى الكرنت بتاعي V over R هيديني 12 over 6 اللي هي equal 2 ampere. يعني الانسر بتاعتي A. طيب question 11.
Four equal resistors are connected as in the figure. So the correct arrangement for the figures from the highest equivalent resistance to the least one is 4 less than 1 less than 3 less than 2 ولا 1 less than 2 less than 3 less than 4 ولا 4 less than 3 less than 2 less than 1 ولا 1 less than 4 less than 2 less than 3. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا بكل بساطة هنبتدي نفكر نقول assuming ان كل resistor equal R يبقى في number one ال R equal أنا معايا هنا دول 3 R's connected in parallel بقت ال R dash equal R over 3 ويبقى ال equivalent ال R over 3 اللي هم دول plus ال R دي لما هتيجي تجمعهم هي ال R هتبقى 3 over 3 3 over 3 plus 1 over 3 R هتبقى 4 over 3 R ودي اللي هي number 1. طب وبالنسبة ل number 2 number 2 هم ال 4 resistance connected in series يعني معنى كده ان هي R plus R plus R plus R او R times 4 هتديني 4 R. طب بالنسبة ل number 3 بالنسبة ل number 3 انا معايا واحدة R اهيت connected in parallel مع two resistors كل واحدة فيهم ب R يعني أقدر أقول إن ال R dash equal R times 2R over R plus 2R تطلع معايا 2 over 3R ده الجزء ده بقى هو هنا connected مع واحدة كمان R أهيت يبقى ال R equivalent هنا equal 2R over 3 اللي هي plus ال R هتديني 5R over 3. آخر واحدة number 4 أنا معايا 3R هم connected in series يعني ال equivalent resistance بتاعتهم هتبقى 3R ال 3R دي connected مع 1R in parallel يبقى ال R dash هتبقى equal ال R times 3R over ال R plus 3R هتديني في النهاية 3R over 4 يبقى أنا لما هاجي أشوف الـ arrangement هتلاقي نفسك بتقول إن 4 less than 1 less than 3 less than 2. Question number 12. A total resistance of 3 ohm is to be produced. خلي بالك دي total يعني دي الـ R total أو الـ R equivalent produced by combining an unknown resistor R with a 12 resistor, 12 ohm resistor. What is the value of R and how is it to be connected to the 12 resistor? طيب اولا هنبص على ال choices بتاعتنا 4 ohm in parallel ولا 4 ohm in series ولا 2.4 ohm in parallel ولا 2.4 ohm in series. لازم نكون متفقين ان طالما التوتال ريزيستنس اقل من واحده فيهم اللي هي 12 التوتال ريزيستنس 3 اوم اقل من واحده من التو ريزيستورز اللي هي 12 ريزيستنس يبقى انا هنا لا يمكن هكون جمعتهم وما دام انا لا يمكن هكون جمعتهم يبقى لا يمكن هكون وصلتهم ان سيريس يبقى هم متوصلين معايا ان بارالل يبقى انا كده كنسلت ال بي وال دي. طيب عشان اعرف بقى هي الـ A اللي صح ولا الـ C اللي صح يبقى أنا هبتدي أعمل الكالكوليشنز بتاعتي هقول إن 1 over R dash equal 1 over R1 plus 1 over R2 يعني 1 over 3 equal 1 over 12 plus 1 over R منها هنقول 1 over R equal 1 over 3 minus 1 over 12 ده أنا نقلته الناحية التانية بنيجاتيف ساين يبقى 1 over R equal 1 over 4 منها تبقى الـ R equal 4 ohm بكل سهولة تبقى الانسر بتاعتي number A اللي هي 4 ohm and connected in parallel. Question number 13. What is the equivalent resistance between points A and B in the figure when R equal 10 ohm? طيب هي 20 ohm
ولا 10 اوم ولا 25 اوم ولا 15 اوم. بص يا سيدي، احنا علشان نحلها اتفقنا، انا هبص على، انا معايا r و 2r دول connected in series، ادوني 3r resistor، ومن هنا 5r و r connected in series يعني هتديني 6r resistor. دول connected مع 2r in parallel، وال 2r connected مع ال 3r اللي احنا حالا قايلين عليها in parallel برضو. يبقى انا لما هاجي احل هقول 1 over r equivalent equal 1 over r 1 over 3r اللي هي r plus 2r d plus 1 over 2r اللي هي d plus 1 over 6r اللي هي عبارة عن r plus 5r. مفيش اي branches هنا هو، يبقى دول connected in series. يبقى 1 over r equivalent equal 1 over 2 over 6r plus 3 over 6r plus 1 over 6r equal 6 over 6r يعني 1 over r، معناها ان ال r equivalent equal r. وما دام ال r equivalent equal r هرجع تاني هنا للكويتشن بتاعي، قال لي when r equal 10 ohm يبقى ال r equal 10 ohm، يبقى الانسر بتاعتي number b. اتمنى ان انا اكون وصلت ولو جزء من المعلومة. شكرا ليكم ومع السلامة.